يا كابتن هيثم السعيد، كل مشاهدي متابعي قناه الاهلي في كل مكان، فوز جديد ومميز لفريق نادي سموحه بقياده الكابتن طارق الزفتاوي. برحب بيك يا كابتن طارق، مبروك النهارده المباراه والفوز والاداء المميز. لكن عايز اتكلم في البدايه ونطمن الناس، شدت ملاعب بسيطه جدا ووارده بشكل عام في الكره الطايره يا كابتن؟ وطبعا الحمد لله على المكسب طبعا، وفرقه الاهلي بنغازي فرقه من الفرق الكبيره، يمكن احنا اتقابلنا معاهم قبل كده مرتين في بطوله افريقيا مرتين، الحمد لله كنا فايزين عليهم برده 3-1. بس يمكن المباراه النهارده فيها شده اعصاب نتيجه ان الماتش اخر ماتش في المجموعه وعلى الصداره، فيمكن شده ملعب وانتهت الحمد لله وتصلحنا وتكلموا مع بعض الاولاد، ما فيش حاجه يعني الحمد لله. شوف الاداء النهارده ازاي والتصميم والاراده الكبيره للفريق اللي سموحه النهارده بالفوز بالمباراه ازاي؟ هو الحمد لله احنا من اول البطوله قلت لحضرتك قبل كده احنا داخلين ماتش بمباراه بمباراه، مش بنفكر في ابعد من كده، الخطوه اللي جايه بنفكر فيها فقط، وكان تركيزنا النهارده احنا لازم نحتل صدارة المجموعه زي ما اتفقنا مع الاولاد واللعيبه، ان احنا خطوه بخطوه كان لازم يبقى في شد وفي اصرار على مكسب. الاولاد موتوا نفسهم النهارده والحمد لله نتيجه تشرف نادي سموحه. سالتك ايه لكل اللعيبه المباراه القادمه والادوار القادمه، تقول لكل اللعيبه كابتن طارق؟ المباراه القادمه طبعا هي مباراه يعني هو دي بطوله افريقيا كلها، المباراه الجايه دخولك المربع، وبالتالي كل لعيب عندنا عارف قيمه المباراه ديت وان شاء الله مستعدين لها، ان شاء الله نشرف اسم نادي سموحه في البطوله ومصر باذن الله. ربنا يخليك، شكرا بقى. كل الشكر وتقديري من جديد للكابتن طارق الزفتاوي المدير الفني لفريق نادي سموحه. بينضم لي كمان الكابتن خالد عبد الله، طبعا احد نجوم فريق النادي الاهلي، اكيد طبعا عايزين نهنيه وعايزين نبارك ليه طبعا. كابتن خالد الفيومي، الف مبروك يا كابتن خالد، زي ما باركت لك قبل كده ما بارك لك كمان النهارده، مباراه قويه والتصميم والاراده واضح ان انتم مركزين في البطوله بشكل كبير يا كابتن. طبعا مباراه السعود الاول المجموعه، مباراة سعودي الفريق الاول المجموعه، الحمد لله ربنا وفقنا وعملنا اللي علينا، كنا مصرين على المكسب، نزلنا من اول بونت لاخر بونت بنلعب على المكسب، الحمد لله لعيبه رجاله كلنا وقفنا مع بعض وقفه واحده ان احنا نكسب ماتش، ان هو ماتش سعود لدور المربع مش دور الثمانيه بس. لعيب كبير في الفرقه وكابتن طارق، البطوله على ما اعتقد انطلاقه من بعد بكره بعد الراحه، نبدا نقول تنطلق البطوله الافريقيه بشكل رسمي مع الاداء الكبير اللي احنا بنشوفه من سموحه والطيران والاهلي وطلائع الجيش يا كابتن. طبعا بدايه البطوله بقى الادوار النهائيه دي بتبقى الحماسيه، بتبقى الوصول الى اللقب، بتبقى بدايه من دور الثمانيه، تلعب فريق جامد كسبان هيلعب اللي قبل النهائي، فربنا يكرم ان شاء الله. احنا بدايتنا دور الثمانيه اللي جاي ان شاء الله ومركزين، سيان فريق الطيران او السواحل الليبي، ممكن نقابل ليبيا تاني او الطيران المصري، فربنا يكرم ان شاء الله. املنا كبير في ربنا ان احنا نعمل اللي علينا والباقي على ربنا باذن الله ان شاء الله. شكرا لحضرتك، شكرا. كل الشكر والتقدير من جديد لنجوم نادي سموحه على هذه التصريحات. زي ما بنقول دقائق وتنطلق طبعا مباراه النادي الاهلي وايضا فريق سبوار طبعا الكوت ديفواري، وبينضم لنا كمان ايضا المدرب العام لفريق نادي سموحه، عايزين نساله ونشوف رايه بشكل عام طبعا للامور ماشيه. كابتن محمد طبعا بنترحب بيك في البدايه كابتن محمد، وزي ما بقول طبعا طبعا المدير الاداري للفريق، عايز اتكلم بشكل عام على المباراه النهارده بتشوفها ازاي، وانت بشكل عام البطوله وتركيزنا الكبير بالنسبه لنادي سموحه شايفه ازاي؟ احنا نادي سموحه جايين من اسكندريه عشان نعمل نتيجه زي النتائج اللي عملناها قبل كده، ثالث افريقيا اخر مره 2016، مهندس فرج قال لنا شدوا حيلكم هيعمل يعني عايز الفرقه تعمل احسن نتائج، ومدعمنا جه معانا استاذ وليد عرفات النائب، وجه معانا استاذ احمد عجلان عضو مجلس اداره، هم حاليا معانا. طبعا الماتش النهارده حاله خاصه، ان الاول هيلاعب تاني المجموعه الثانيه، احنا مش عارفين النتيجه ماشيه ازاي، بس احنا سامعين ان السواحلي متقدم 2-0 على الطيران، يعني دي بنسبه كبيره هنلاعب الطيران مصر مع مصر في الدور الثمانيه، ما كناش نحب نعمل كده، بس هو ده احنا لازم نلعب في الملعب بغض النظر عن اي وضع، لان احنا في طريقنا النادي الاهلي، النادي الاهلي طبعا النادي مصري قبل النهائي، فربنا يكرم. الحاجه المحزنه النهارده اللي حصل من الفريق الليبي مع فرقتنا، انه يزق لعيب في الملعب قدام الحكم، الحكم ما خدش موقف انا مش عارف ليه، بس الحمد لله احنا احتوينا الموقف. عندنا اصابه شريف ايمن، ده لعيب مؤثر جدا عندنا، بس باذن الله نقدر نعمل حاجه الفتره الجايه. بشكر النادي الاهلي تاني على التنظيم، النادي الاهلي فعلا نادي يستاهل تنظيم اي بطوله، ولو كاس عالم انديه هيقدر يعملها باذن الله. شكرا يا فندم، شكرا. مستمرين معاك يا كابتن هيثم السعيد، زي ما بنقول طبعا لحظات وتنطلق مباراه.